تكذب. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، احنا الآن كنتواجدوا أمام أحد الفنادق المشهورة بالدار البيضاء، بحيث قبل قليل وقع واحد الفوضى داخل الفندق، لأن صاحب الفندق منع عليهم الويفي ومنع عليهم المصعد، وكانوا غاديين يخرجوا الزنقة لولا تدخل رجال الأمن. هنا أحد العاملين بالفندق اللي كما معروف أن كيتواجدوا فيه الحالات اللي تشافات بالكورونا واللي في فترة نقاها، غادي يحكي لنا أشنو وقع بالضبط. شنو وقع أخويا؟ واخا خويا هو يا الاكل ما مكلفش به، هو معنا اخوان الله يجزيهم بخير مساهمين معنا، وحنا كما قلنا جنود، وحنا تنبقاو جنود يعني ضد هذا المرض، وحنا بالفرحات علينا هذا المدير هذا يساعدنا، بالفرحات علينا يساعدنا يعني من النشاط ديالو واجر ديالو كبير، يطلق المصعد الويب ديالو اللي ما بغاش يطلق الويب ديالو زعما هذا حسابو، اما المصعد غادي يساعد الناس اللي تيفرقوا الاكل وتيفرقوا الشرب وتيحبسوا لا 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 المرضى تما تيخليهم لداخل وتنأديو لهم الواجبات ديالهم والمتطلبات ديالهم، يعني إلا ساعدنا حنا ساعد المرضى. نعم. وساعد الأطباء، وكان معنا جندي تا هو من الجنود معانا. واش كانوا غيخرجوا خرجوا الزنقة ولا ما خرجوش؟ كانوا غادي يخرجوا، ولكن كانوا غادي يخرجوا، ولكن كانت السلطات المحلية هنا، كان بوليس، كانوا ناس تعاملوا معاهم بأدب، وتا الناس اللي مرة تعاملوا بأدب تكلموا بأدب، طلبوا من المستحقات ديالهم، ماشي مستحقات ولكن هذا من حق واجب وطني. نعم. شكون اللي كيتواجد في الفندق؟ واش غير المرضى ولا الاطباء والممرضين؟ لا الاطباء حتى هما تيسهروا معنا، والمرضى كاينين، كل شيء كاين، طاقم على قدو كاين في هذا الفندق، لا من الممرضين لا من الممرضات لا من المساعدين لا من يعني حتى من المتطوعين كاينين. معنا طاقم تبارك الله ما شاء الله. يعني. تبارك الله عليكم. إذا وقعت كانت غتوقع فوضى والناس كانوا غيخرجوا الزنقة لولا تدخل رجال الأمن. رجال الأمن إي حقا، وحنا مازال تنكرروا الولاء لسيدنا الله ينصرو والله يزيد في المدد ديالو، والله ينصر الأسرة العلوية والسدة العالية بالله الله ينصرها، وتنطلبوا من هذا الصديق ديالنا والأخ ديالنا إنه مسلم ومغربي معنا بحالو يساعدنا ويطلق لنا المصعد، وإلا جات على خاطر المصعد راه غادي يعاون. شنو وقع بلاتي حنا غنهضروا معاك. راه قالوا لي نقطعوا عليكم الويفي وقطعوا عليكم لاسانسور. احنا الكاميرا الفوق اللي بغى يهضر يخرج من شي غير الصوت. يلا واخا شوفي شنو وقع؟ قالوا من هنا الجوج ما يداش لينا حل، حنايا غادي ديك الساعة
التسعه كنعرف اش غندير، راه هما تيتسناو دابا. شكون هو هذا اللي قال لهم خرجوا لي عطوني التسعه؟ هو المودة ديال المطير، قال لهم انا مابغيتش تحط كورونا يبقاو لي هنايا، انا مابغيتكمش تبقاو انتوما تحط كورونا مابغيتكمش تبقاو. وشنو وقع؟ شنو وقع؟ صافي بغا يخرجهم، ما بغاوش يبقاو لي هنايا، هما كلهم تيدويو. كلهم قال لك ما عادش يبقاش ديال المرضى اللي يبقاش ديال انا عندي الحجاج ديالهم، قال لك انا غادي تبقى انا حيد لنا كل شيء، كل شيء حيدوا علينا، كل شيء حتى حاجه ما خلى علينا انا داك الشيء ديال الوطن. انت شنو كديري هنايا؟ انا خدمتهم جماعه، دابا تنعطيهم الماكله في نفس الوقت، تنطلع الشومبرات. يعني وقعت فوضى اليوم؟ فوضى فوضى كارثه، ان شاء الله ربنا اللي جا الامن هنايا يحسوه. تبارك الله عليك، شكرا. اشنو وقع؟ اشنو وقع؟ شكون يقدر يقول لنا شنو وقع؟ غير من تما كاينه، من تما. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، احنا الان كنتواجدوا امام احد الفنادق الشهيره بمدينه الدار البيضاء، بحيث كيف ما سمعتوا ان صاحب الفندق او المدير قطع لاسونسور وقطع الويفي. الناس اللي متطوعين واللي خدامين هنا ما قدروش انهم يوصلوا الاكل للمرضى اللي متواجدين في الفندق، وطلب منهم انهم يخويوا للفندق ديالو بانه ما بقاش بغى مرضى كورونا في الفندق. مشاهدي قناه شوف تي في، هذا الشيء اللي وقع بالضبط. كيبقاي سوختي شويه. شنو وقع؟ لا ما نبينكمش، لا لا ما نبينكمش. انتم اللي كنتوا في الشركه ديال عين السبع؟ ايه. اشنو وقع؟ اشنو وقع لكم؟ اشنو وقع؟ لاباس عليك، كي بقيتي شويه؟ اشنو وقع؟ شنو وقع لكم؟ اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هادو المرضى كيطلعوا لنا من نوافذ ما غنقدروش نبينوهم، كيشتكيو كيشتكيو بانهم هنا في الاوتيل ما كياكلوش مزيان، ما كياكلوش مزيان، ما كياكلوش في الوقت. واحد السيده هي والطفل ديالها قالت ما كيجيبوا لهم لا ليكوش لا حليب لا حتى شي حاجه. شوفي انت يا وجهك راه ما كيبانش، هبطي القب، هبطي هبطي هكاك هكاك هكاك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هذا الشيء اللي وقع بالضبط، هذا ما وقع بالضبط. اش من اوتيل ما سمعتكش؟ دابا نتوما باقي ما عرفتوش راسكم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادو العاملات اللي كنا سجلنا معاهم في المعمل ديال عين السبع لحدود الساعه مازال ما عرفوش النتيجه واش ايجابيه ولا سلبيه، كيشتكيو من سوء المعامله في هذا الفندق ايضا من الاكل اللي ما كيوصلش ليهم في الوقت.
إذن مشاهدي قناة شوف تي في، هذا الشيء اللي وقع للتذكير فقط. احنا الآن كنتواجدوا أمام أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الدار البيضاء، بحيث كيتواجدوا المرضى ديال كوفيد 19، ومن بينهم العاملات ديال المصنع ديال عين سبع، بحيث أن قبل قليل المدير ديال الفندق قطع لهم الويفي وقطع لهم المصعد أيضا، وتيقول لهم خرجوا في حالكم. سعيد أجي شد الوزكة إلا تشدك الصوت من بعد. نقدر نسمعك إلا غوتي بالجهد. حنا غنحاولوا نطلبوا من احدى الممرضات انهم يرسلوا لنا شي فيديو يتكلموا معنا فيه. للاسف الشديد من خلال تصريحات ديال المريضات معاملة جد سيئة في هذا الفندق. نحاولوا أننا نتواصلوا بإحدى المريضات. اللهم اشفي المرضى يا رب.